انتو ورانا ورانا سلامات، احنا جايين قبلكم، ما انتم اللي تلحقونا. من زينكم نلاحقكم، استغفر الله. بس يا الله صباح خير. ممكن تهدون شوي الاسماء لو سمحتوا؟ مي، بيان، مناهل، ملاك، نصابة، هذه بحمود. مي، انت تجلسين اخر شيء هناك جنب عامر. بيان جنب عزوز. مناهل تجلسين جنب ياسر. ملاك انت عند شكش. يلا معلش يا اختي، يدي من اول محطوطه هنا. معلش يا استاذ، شيل يدك عشان ما اكسرها لك. هلا والله، هذا مكانك. شكرا يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين انت؟ انا راشد، وهذه زوجتي بشرى، تونا متزوجين. اجلس هناك. طيب تعال تعال تعال. سلامات، وراك شادة انت ناظر. عفوا، اقول ناظر قدام، حركات ذي عارفينها. خمس دقايق بنحرك يا استاذة، باقي واحد اسمه كفتة ما جاء. عارفة، بس اذا ما جاء بالوقت بنحرك. طيب ابدزه البقالة بجيب موية عطشان. الموية بتجيكم مع الوجبات في المعسكر. قال ايه؟ قال معسكر، صارت بطولة مو هايكينج ولا كيف يا ابو حمود؟ اقول لا تسوي خوي. بس اقول شكل السنت بتعطشينا، ابدز البقالة سريع سريع. انت هنا وحنا ندور عليك. يا لهطف، سلامات، وش عندك هنا يا كفته؟ مطرود من بيتكم؟ لا، جيت بدري عشان ما تروح علي الرحله. هم عاد رحله، وين رايح؟ القاهره. يلا انزل، الباص بيمشي. انزل 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 انزل، لا احد يشوفك. يلا اخلص. كيس اسمنت. لا يا استاذ، لقيت كفته، هذا هو. يلا دقيقه ونحرك. وراك كذا انت، امشي امشي. نعم، مطلق سجل معكم. تفضل. سلامات، الشبه ذا بيروح معنا؟ بعدين تعالي، وراسي مسويه جدايل، بتروحين المدرسه. قد هالكلمة؟ قدها وأطول من شعارك بعد. هاك بجدك هنا بس انت وياه. معليش استاذة، إذا هذا الشبهة بيطلع معنا، إحنا والبنات منسحبين. حتى إحنا يا العيال لو ركب معنا ذا بننسحب من الرحلة. يما من هالكيوت. مطلق برا. خير، شو اللي برا؟ بخشم الريال أنا جاي. أنا مديرة الشركة والمسؤولة عن الرحلة، اطلع برا فلوسك توصلك. أقول لا تناظر، دزها على الحلاق سيدة. حرك انت، امشي 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 امشي. حرك حرك حرك. لو سمحت يا استاذه، ما ادري ايش اسمك. الاستاذه نورة. طيب استاذه نورة، بقي لنا كم ونوصل؟ لاني يدي تعبت وانا اهب في المزمزين. 10 دقائق. شكرا. في البداية
البداية وبعد ما استعدينا لرحلة الهايكينج نبدأ بأول الفعاليات اللي هي استكشاف المنطقة. تفضل. ليه ملبستنا هاللبس كنا حلاقين؟ خلاص انتوا يا خلاص خلاص اوكي، بس وشو العجلة؟ خل نريح ابو ساعة بعدين ندزها. بما انك انضميت لرحلة الهايكينج تلتزم بالجدول كامل. شكلها نايمة بعد العشاء ذي. وش قلت؟ اقول لي يلا مشينا مشينا يا عيال مشينا. يلا وين تبي نروح بس؟ ندفع عشان نجي ونشقى انفسنا. يا اخ كفتة، من مبادرات البرنامج المحافظة على نظافة البيئة، عشان كذا ابي منكم كلكم وخلال نص ساعة تنظفون المكان هذا من الزبالة عشان ننقذ البيئة. أم عاد ننقذ البيئة؟ ليش؟ ما تعرف تسبح؟ وش تقصد؟ لا ما أقصد، بس أنا شايفس ما أدري وين. وين وين يا عيال؟ إيه عرفت، شايفس بسوق طيبة. كل من ياسر هايكينج هايكينج، لو إنك كاشتين أرحم لنا يا أبوي. أعتقد إنه زبط الطلعة دي لما نعرف إنه فيها بنات يحب يتمالح. وراك دعست على البيئة. آسف يا أبوي. وخر وخر خلنا ننقذها. شكراً ياسر. إيش دعوة، ما سويت إلا الواجب يا شيخة. لو تبيني أضف حصى البر كله ضفيته عشانك. يوم مو لهالدرجة عاد. خمس دقايق وبالمكان كله نظيف. أوه ابتسامات. إيش فيك يا حبيبتي؟ أنت فاهمة غلط. ولا شيء، خلنا نرجع من هالرحلة الزبالة اللي جبتني لها ويحلها حلال، واللي فيها حد صاحي يجيب زوجته بشهر العسل هالأماكن.